وصحابه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، رضي الله عمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا معهم يا رب العالمين. قال الإمام النووي يرحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. البكاء من خشية الله أمر عظيم ومسألة طيبة مباركة لها أجرها ولا يستطيعها أي إنسان، لأنها أي البكاء من خشية الله تعالى تحتاج إلى نور في القلب وشرح في الصدر وإيمان صادق بالله عز وجل وبوعده ووعيده. فالإنسان الذي صدق في إيمانه وشرح الله تعالى صدره لقبول الخير تتأثر نفسه بوعد الله تعالى ووعيده، حينها تبدأ قطرات من الدمع تنزل من عينيه. كما قلت، هذا الأمر يحتاج إلى شيء من المجاهدة، ولذلك اخترت اليوم هذا الباب، لأنني وكثيرا من الناس قد جفت مآقينا، جفت مآقينا، فلا تقطر قطرة واحدة إلا نادرا أو يسيرا من خوف الله تعالى، سواء حينما نقرأ القرآن أو نكون في الصلاة أو نستذكر الموت أو نستذكر وقوفنا يوم القيامة للحساب. كل هذه المواقف تحتاج منا إلى أن نراجع أنفسنا، هل نحن نتأثر بها؟ هل نحن نستشعر عظمة الله تعالى إذا وقفنا بين يديه في صلاتنا أو في تلاوتنا للقرآن؟ أم أن القلوب قد اضمحل فيها ذاك التوجه والانكسار لله عز وجل، فصارت لا تتأثر إلا بشيء كالطبع عليها حتى يتحرك فيها شيء من أثر الإيمان؟ لماذا كثير من الناس ما عادوا يستطيعون البكاء حتى وإن رأوا كثيرا من آيات الله تعالى في الكون أو في حياتهم أو سمعوا ما تهتز له القلوب؟ ما يستطيعون. لو سألت بعضنا لقال لك: أنا منذ كذا سنة ما بكيت أصلا. هل هذا علامة خير يا أيها الإنسان؟ هل هذا علامة خير؟ قال: أنا رجل، إيش أبكي؟ هل الرجولة تقتضي عدم البكاء؟ سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، سنأتي الآن على أحاديث، كان يبكي حبا في الله وشوقا إلى الله وخوفا من الله عز وجل، وأي رجل كمثله؟ فالرجولة ليست في أن تجف المآقي ويقسو القلب ويبعد الإنسان عن ذكر الله عز وجل، هذه ليست رجولة، هذا ضعف إيمان وتقصير ممن يحصل معه هذا. لذلك الله تعالى امتدح في هذه الآيات الكريمة الذين يتأثرون فيبكون خوفا من الله تعالى. قال: ويخرون للأذقان يبكون، أي تميل أذقانهم، أعناقهم وذقونهم تميل مباشرة للنزول هويا ساجدين بين يدي الله منكسرين. يبكون ويزيدهم خشوعا، هذا البكاء يزيدهم خشوعا وحبا في الله وشوقا إليه. قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. لعلكم تذكرون مثالا قديما كان يردده أجدادنا، فيقولون افرح باللهجة العامية، علي بكيك لا تفرح علي الضحكة. وفي هذا الكلام وجه كبير من الصحة. الآن بعض الناس صرت أسمع وكذا يتناقلون مثلا لفلان 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 عبر وسائل التواصل، عبر الإنترنت وما إلى ذلك،
يتناقلون مثلا كلمة أو موعظة أو درس أو نكتة أو ما أدري إيش، محور كل هذه الأشياء الضحك، شغل الضحك خذ عطي. هذه حياتنا قائمة على الضحك، أخلقنا للضحك. قال تغم قلبنا فوق ما نحن مغمومون، لا يا أخي لا، لا أغمك ولا تغمني بالله عليك، ولكن أنت غمك سل نفسك بالله عليك. من أجل ماذا؟ سل نفسك من أجل ماذا غمه؟ أهو لغير الدنيا؟ في شيء آخر غير الدنيا؟ في عندك هم للآخرة؟ تحزن عليها؟ تتأثر بها؟ تذكرها؟ صرنا نرى الأموات ليل نهار، ما عدا أحد منا يتأثر. يموت أبوه وأخوه وأمه وزوجته وابنه وابنته، قد لا تقطر قطرة من عينيه كما قلنا من قسوة القلب. هذه علامة شر بنا يا أيها الكرام، إن كنا كذلك هذه علامة شر بنا لا علامة خير. فكما قلنا فوق، نحن غمنا للدنيا وهمنا للدنيا، أفلا نجعل شيئا من همنا للآخرة حتى تلين هذه القلوب؟ الله تعالى قال ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. أليس هذا حال المؤمنين الصادقين؟ قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. فقلت يا نبي الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ من عبد الله بن مسعود ليقرأ على رسول الله؟ أنت الذي نزل عليك القرآن، أنا أقرأ عليك. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا إذن لا بأس أن يجلس الإنسان نوع من القربات إلى الله فقط، لا للقراءة فقط، للاستماع. أحيانا يكون سماع القرآن ذو تأثير كبير، أحيانا أقول أكبر في بعض الأحيان من تأثير القراءة نفسها. القراءة مطلوبة والتلاوة قطعا، تذكرون مررنا كثيرا على هذا في أوائل رمضان. وكذلك أحيانا الاستماع والإنصات، أن يجلس الإنسان فيستمع للقرآن يتلى عليه، لابد أن تتغلغل معاني هذا الكلام المبين في قلبه. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية تصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة، يحشر الناس يجمعون على صعيد واحد بين يدي رب العالمين رب العرش العظيم، ويتجلى على عباده، ويتأثر الناس جميعا، ولا يبقى إلا خائف من هذا المشهد. والأمم كلها منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة مجتمعون واقفون، وتدعى كل أمة بإمامها، والإمام إما هو نبيها وإما هو كتابها، تدعى بإمامها فيسأل إمامها نبيها هل بلغت رسالتي؟ نعم يا رب. من يشهد لك؟ فالتفت إلى أمته، فكثير من الأمم تكذب أنبياءها والعياذ بالله في ذلك الموقف. لا يا رب، كما قال الله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، نحن ما بلغنا لذلك لا نستحق العذاب، ما جاءنا من بشير. قال في ذلك أي في ذلك الموقف يكذبون. انظر إلى بني آدم كم هو والعياذ بالله تعالى فيه شر كبير، في ذلك الموقف يكذبون، ما جاءنا من بشير ولا نذير. طيب يا نبي فلان من يشهد لك؟ فينظر هذا النبي فيقول يا نبي يا رب يشهد لي محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم يشهدون لي. فيقول الله تعالى وكيف يشهدون وهم لم يكونوا معك؟ فتقول أم فيقول سيدنا رسول الله وأمته يا رب قد أعلمتنا ذلك في كتابك
أن هؤلاء الأنبياء حكيت لنا في كتابك أنهم قد بلغوا أمرك ونصحوا لدينك وعلموا أممهم وجاهدوا في سبيلك وبذلوا كل ما يملكون في نصرة دينك، فحينها تنقطع تلك الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فأنت شهيد الشهداء جميعا؟ قال: فقال لي: حسبك الآن، لعبد الله بن مسعود، حسبك، أكفف، توقف. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي صلى الله عليه وسلم. تذكر هذا الموقف الذي سيوقفه الله تعالى فيه بين يديه، والناس مجتمعون ويتجلى على خلقه، وتظهر فضيلة هذا الرجل العظيم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمام أمم الله تعالى التي خلقها جميعا. فلو عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فيها من التذكير بالجنة ونعيمها، فيها من التذكير بالنار وعذابها، فيها الحق على الثبات على دين الله، ما سمعت مثلها قط. فقال، يعني من جملة خطبته: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله وقدرته ومن عذابه ومن نعيمه لما رغبتم في هذه الدنيا، فصار بكاؤكم بكاء كثيرا، وصار ضحككم ضحكا قليلا، خوفا من النار التي تعد أن تكون من أهلها، وشوقا إلى النار إلى الجنة التي تهيأ أن تصير من أهلها أيضا، فيكون بكاؤكم كثيرا وضحككم قليلا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تأثروا. قال: فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. خنين يعني بكاء شديد شهيق، يشهقون من شدة البكاء، يتأثرون، يسمعون المواعظ، يسمعون ذكر الآخرة، لا بد أن تتأثر قلوبهم وهم الصادقون. قال: فغطوا وجوههم ولهم خنين، بكاء شديد مع صوت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هذا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، اسمع ما أروع هذه الكلمات: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يعود اللبن في الضرع؟ لا يعود، يدخل مرة أخرى مكان الذي خرج منه، لا يحصل هذا. وهذا الذي بكى من خشية الله حقا، هذا لا يلج النار أبدا، حرمت عليه النار. الذي يكون جالسا فيذكر الله، فيقرأ كلامه، فيستذكر وعده ووعيده، فيلين قلبه ويلين جسده، فيبكي، لا يمكن هذا أن يدخل النار. قال: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم أبدا. رجل خرج في سبيل الله حقا صدقا، لا طمعا في دنيا ولا رغبة في مال ولا لأي سبب آخر، خرج يقاتل أعداء الله في سبيله حقا. قال: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يمكن هذا. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
هذا ختامها مسك، متفق عليه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما أحب هذا الكلام وما أطيبه إلى قلب المؤمن. حاول أن يكون لك ولو في اليوم، في الأيام، في الشهر مرة تغلق عليك بابا لا يكون أحد من معك أبدا، لا أخ ولا صديق ولا قريب ولا ابن ولا زوجة، تكون في مكان لا يراك أحد، في المسجد بقيت وحدك، في بيتك، في أي مكان، واجلس مثلا فصلي ركعتين ثم سبح الله ثم اقرأ القرآن ثم اذكر الله تعالى، وحاول أن تستذكر عظمة الله تعالى لعل قلبك يلين فتقطر من عينيك قطرات من الدمع. هذا يجعلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ما معه أحد، حتى لا يقول والله يتباكى، لعله يقولون رجل صالح، رجال طيب، قلب طيب، عببكي. ورجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه، بكى بكاء طويلا، فاضت، دليل على كثرة بكائه وشدة خوفه من الله تعالى. هذا موطن الشاهد. والحديث عظيم جدا، لا بأس أن نشير إلى شيء من معانيه. أولا، إمام عادل، وهو الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله ويعدل بين عباد الله، بين المسلمين والكافرين، يقيم الميزان الحق والعدل، لا يظلم ولا يجعل أحدا يظلم. هذا إمام عادل، هذا أول الناس فضلا. والثاني قال: وشاب نشأ في عبادة الله تعالى. ما أجمل هذا وما أحسنه. وكثيرا ما كنت أقول من فضل الله وخير بالإنسان أن يتوب في أي وقت حتى وإن كان كبيرا، ولكن شتان بعد المشرقين بين رجل تاب بعد الستين ورجل منذ مطلع فتوته وشبابه قلبه لله تعالى، قلبه تائب، هو مصل صائم ذاكر طائع بعيد عن المنكرات والمعاصي، شتان ما بينهما من الفضل والأجر، شتان. لا نذا الرجل ما بقي عنده عمل ولا بقي له بين هلالين تسلية، فيجعل تسليته المسجد. أي نية هذه يا رجل؟ للأسف يعني ما عندك تسلية في الحياة فتقول بجعل الحمد لله أرجع أقول. هذا لا يعني أنك لا تأتي، لا والله، ولا يعني يطيب قلبي لنفس مسلم أراه مثلا قد شاب ثم يذهب إلى الحديقة أو يمشي في الشوارع فيمضي أواخر أيام حياته، لا ينبغي هذا قولا واحدا. ولكن أين هذا من إنسان منذ مطلع فتوته وشبابه توجه إلى طاعة الله، نشأ في عبادة الله؟ أين هذا من هذا؟ ذاك الرجل في البيت يتضايق من زوجته، زوجته تتضايق منه، لم يعد عنده عمل معين، يريد أن ينفس عن نفسه، يعني المال قد يكون موجودا تحت يديه، ليس له تطلع إلى شيء، فيقول الآن أتوب. وكان في مقدم حياته قد أكل الحرام وفعل الفواحش وقال حتى أكبر لأتوب، وشاء الله أن يتوب مثلا، ولا تقبل توبته مثلا إن كان قد أكل الحرام إلا أن يرده إلى أصحابه، هذا أمر مفروغ منه. هذا شيء حسن على كل الأحوال، أن يفيء الإنسان إلى ظلال الله تعالى فيتوب إليه ولو عن كبر. ولكن أين هو من هذا الشاب الذي نشأ منذ الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، رحمكم الله، منذ ذلك الوقت وقلبه لله وقلبه مع طاعة الله ويحضر بيوت الله ويلجأ للعلم وهو مصل مواظب عن صلاته؟ كثير من الناس يقول الحمد لله أنا من طفولتي ما قطعت الصلاة. احمد الله يا رجل، احمد الله، والله هذا توفيق وفضل كبير كبير. كم من الناس فاء إلى ظل الله وعمره 35 سنة تجب الصلاة عليه ولا يؤديها؟ أين هذا من هذا؟ قال: وشاب نشأ في عبادة الله تعالى. والثالث: ورجل قلبه معلق في المساجد. يا الله، قلبه معلق في المساجد،
لا بالزوجة ولا بالولد ولا بالمال ولا بالمعمل ولا بالمتجر ولا بالأصدقاء ولا بالسهرات ولا بأي شيء، حتى وإن كان كل الذي أذكره مباحا. لا أقصد إذا ذهبت إلى معملك أو متجرك أنت ترتكب شيئا منكرا، لا، أو رأيت زوجتك التي أحل الله لك أنك ترتكب منكرا، لا، ولكن كما قلت أيضا أين هذا الذي قلبه مع الزوجة والأولاد والمعمل والمتجر والبيع والشراء والسهرات مع الأصدقاء والأصحاب وكذا، ممن قلبه معلق في المساجد؟ في رواية في الصحيح: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. خلص الصلاة، إما الصلاة الثانية، إما يدخل إلى بيت الله، يدخل يشعر السكينة، يدخل يشعر قلبه قد انفتح، يشعر حينما يدخل أنه قد جاء إلى موضع رحمة الله حقا. ورجل آخر يأتي إلى صلاة الجمعة، لا أقول هذا دائما لأن بعض الناس يظن أنني أنتقد على فلان، أنا لا أقصد أحدا من جهة، وإنما أشير إلى أخطاء قد أرتكبها أنا أو أنت أو أي إنسان لنحذر منها. أين هذا أيضا وإنسان لا يأتي إلا يوم الجمعة، ثم إذا قال الإمام السلام عليكم الأولى لم يأتي بالثانية بعد صار خارج المسجد، كم قلبه معلق بالمسجد هذا؟ يا رجل ما لك، كنت في سجن؟ أتريد الهرب من السجن؟ أكان أحد يعذبك يضربك يسبك يشتمك؟ لماذا تخرج؟ لماذا تخرج بهذه السرعة؟ ماذا عندك؟ هل أهلك مرضى تريد مداواتهم؟ هل أنت في جسمك عليل مريض تريد أن تذهب إلى طبيب؟ ماذا دهاك وماذا وراءك؟ اجلس، هذا بيت الله، هذا موضع رحمات الله، لا تستعجل. ورجل قلبه معلق في المساجد، في المساجد. لذلك الصالحون من عباد الله مأواهم المسجد، تضيعه كما يقال تجده في المسجد، أي في أي مسجد كان. المساجد الثلاثة الفضلى هذه أعظم ما يكون، ثم مساجد الله جميعا. المساجد الثلاثة أعني إن تيسر الحرم الشريف مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك مساجد الله كلها ففيها الخير. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، اجتماعهما على طاعة الله على ذكر الله، وافترقا عليه يسلمان على بعضهما: جعلك الله في حفظه، حماك الله من معصيته، وفقك الله لطاعته. وتفرقا عليه، مجلسهما مجلس خير، مودتهما قائمة على الطاعة لا المصلحة. المودة القائمة على المصلحة تنتهي بانتهاء المصلحة غالبا. تاجر له شغل مع إنسان، إنسان يريد أن يقضي حاجة يقضيها له فلان، إنسان التقى بإنسان في طريق فسأله عن حاجة، هذه كلها مصالح. هل كلها محرمة أيضا؟ لا، لا أقصد أنها محرمة، ولكن لا ينشأ عنها ود خالص. أما جئت مثلا إلى المسجد فرأيت إنسانا مواظبا على الصلاة، سألت عنه، قالوا هذا صادق، هذا أمين، هذا تاجر لا يغش، الناس تعرف صدقه وتقواه وأمانته، فوقع في قلبك حبه، وجئت إليه لتخبره بحبك له كما ورد في الحديث، قال: يا نبي الله إني أحب فلانا، قال: أعلمته؟ حكيت له؟ خبرته؟ قال: لا. قال: فأعلم. جاء إليه قال: إني أحبك في الله. قال: الله أسألك بالله حبني فقط لله؟ قال: نعم. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. هذه المودة الخالصة، لأنه مؤمن صادق تحبه، لا يعطيك من ماله، لا ينفحك من جاهه، لا تطلب منه قضاء حاجة، لا لا لا، غايتك معه مودة خالصة لأنه تقي، وهو كذلك يرى فيك خيرا فيحبك لله لا للمصالح. الآن لو فرضنا عرضت مصلحة فقضاها لك وأنت لا تقصد في الأصل أن تصاحبه لذلك، لا حرج، هذا لا يعني أنه لم يعد أخا لك في الله، لا بأس بذلك، ولكن الأصل أنت تحبه لأنه مستقيم على طاعة الله.
هذه المحبة تجعلك أحد من يظل بظل الله عز وجل. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والخامس قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الآن المرأة هي من أعظم شهوات الدنيا، ومنصب إذا قضيت لها شهوتها ووافقتها على ما تريد قد تعطيك من جاهها وسلطانها، وجمال هذا أيضا يزيد الرغبة في هذا الشيء المحرم. كل هذه الأشياء قد اجتمعت وتعرض عليه الشأن ويقول إني أخاف الله. ما أجمل موقف سيدنا يوسف عليه السلام، قال: معاذ الله، مو أعوذ بالله بس، أكثر معاذ الله، ملجئي كله إلى الله، ابتعدي عني، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سبحان الله، المسلم الصادق يا أيها الأحبة مع الله تعالى نهجه كنهج نبي الله يوسف. ولذلك هذا المؤمن لابد أن يكون له من رحمة الله النصيب الأوفى، يترك كل هذه الشهوات، يتركها خوفا من الله عز وجل. قد لا يراه أحد، قد لا يعرف بقضيته أحد، ولكنه يخشى الله. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. هذا الإنسان يخاف من الله، أعوذ بالله، ابتعدي. ومن خلط من الناس ففسر بأن يوسف عليه السلام هم بها، أي بالزنا بها، فهذا قد خلط وجاء شيئا بعيدا عن الحق. في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، هم بها أي بدفعها عنه، همت به أي بالشر بالفاحشة، أما هو هم بها أي بدفعها عنه، ابتعدي عني، هي تريد أخذه بالقوة ويريد دفعها بالقوة، هذا همه. وحاشا نبيا مكرما مدحه الله في نص كتابه بأنه كان إنسانا كريما طاهرا عفيفا أن يكون همه بها هم الفاحشة، معاذ الله. ومن فهم هذا أو فسر هذا من الناس من المفسرين أو غيرهم فقد ابتعد مسافة بعيدة عن المقصود، والله تعالى أعلم. هم بها أي بإبعادها عن نفسه، كما تريد الأخذ بالقوة يريد دفعها بالقوة. جاءه الوحي الإلهي: لا تدفعها. لولا أن رأى برهان ربه، لا بأس أن نذكر باختصار هذا البرهان، الوحي الإلهي: لا تدفعها عنك، لا تضربها، أهرب منها. لو ضربها زوجها عند الباب، ضربها وقعت أرضا، دخل زوجها وجدها في الأرض، ماذا يقول؟ هو الذي يريد الفاحشة، وهو الذي ضربها وأوقعها فهو يريد الفاحشة. إذن لولا أن رأى برهان ربه أوحى الله إليه: أهرب منها لا تضربها. فهرب منها ولحقت، فدخل زوجها فعرف الحق. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا السادس. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال بعض أهل العلم من شراح الحديث: هذا يكون في الصدقة الخاصة، أما في مثل الزكاة فلا بأس للإنسان أن يظهرها. الزكاة الفريضة لا بأس للإنسان أن يظهرها حتى لا يتهم بأنه يمنع الزكاة مثلا، وحتى يشجع غيره على عمل الخير وعلى أداء فرائض الله. الزكاة إن أظهرها الإنسان والله أعلم لا حرج، إن أخفاها فهو خير، لكن إن أظهرها لم يقصد الرياء، قصد تشجيع الناس، قصد نفي تهمة الشر عنه بأنه مانع زكاة، أراد هذا وتصدق بالزكاة فأعلنها، لا حرج إن شاء الله. أما باقي الصدقات بشكل عام وحتى الزكاة إذا كان يعلم أن لن يتهمه أحد كذا وكذا، الخير فيها أن تخفى. بصدقة فأخفاها، من شدة الخفاء
هذا الكلام فيه كناية، فيه معنى خفي، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشمال لا تعلم ما أنفقت اليمين، هذا لا يكون، يعني الإنسان كتلة واحدة، جزء واحد، ولكن هذا كناية عن شدة إخفائها، لا يريد أحد أن يطلع عليه، لا يريد أحد أن يعرف ماذا يفعل. كان بعض أهل العلم والصلاح ينفق بصدقات خفية ولا يعرف بمن ينفق، ولا يعرف الناس من ينفق عليهم. قديم من السلف الصالح كان يأمر بعض غلمانه في الليل فيأتوا بسرر من المال فيقول اذهبوا إلى دار بني فلان، إلى بيت بني فلان، إلى أرملة بني فلان، إلى فقير بني فلان، إلى مريض بني فلان، ولا تعلموهم، تقرعون الباب فإذا فتح دفعتم ومشيتم سريعا، ولا تعلموا أحدا بذلك، ولا يراكم أحد، ويفعلون ذلك في جرح الليل. ومرت الأيام فمات الرجل، فلما مات أظهر الله تعالى ما كان يخفيه هذا الرجل. الله تعالى يظهر السرائر في الدنيا حينا وفي الآخرة قطعا، أحيانا في الدنيا يظهرها سبحان الله. فأظهر الله تعالى خيرا، عرف بعض الناس بالقضية فخرجوا قالوا، فلما كانت جنازته خرجت بين الناس جموع كثيرة كلهم لا يعرفونه أصلا، ولكنهم كانوا يعرفون أنه هو الذي كان يعيلهم بإذن الله تعالى. خرجوا في جنازته رجل صادق، الله تعالى أظهر أمره عند وفاته ليعلم الناس أنه عبد صالح. مثل هؤلاء قدوة لنا. أخف صدقتك، لا تكسر بقلب إنسان من المسلمين، أعطه أو أبلغه إياها ولا تخبر أصلا، فقط آمن أن توصلها إليه. نعم، لا تقل له من أوصل ولا تقل له من دفع وتصدق. قال والأخير والسابع، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليه، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، واجعل في قلوبنا تقواك وخوفك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا إله إلا هو الحمد.